أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا ماري. توقعات برج العقرب يوم الثلاثاء الموافق 15 أغسطس 15 آب 15/8/2023. ممكن ما تحصلش على كتير في اليوم ده، هتبقى إيجابي وهتمشي كل الأمور بشكل كويس. بالنسبة لك من الضروري إنك تكون أكتر تفاؤل وإيجابية. بالنسبة ليك مهنيا هيكون في تقدم واضح في الشغل محدود بنسبة كبيرة، هتحتاج انك تحقق اقصى استفادة في يومك ده. بالنسبة ليك عاطفيا لازم تتبنى نهج ودي مع شريكك، ممكن تتعرض لاستفزاز من غير داعي، من الضروري انك تتجنب ده عشان تحافظ على الانسجام. بالنسبة ليك ماليا ممكن ما يكونش كويس في اللي بيتعلق بالتقدم المالي عندك، كل الفلوس اللي انت بتستحقها توفرها حافظ عليها عشان تحافظ على الاستقرار. بالنسبة ليك صحيا ممكن تلعب الصحة دور منخفض بالنسبة ليك، لانك هتبقى عرضة لآلام الاسنان، حاول تقلل من قلقك عشان تحافظ على صحتك. بالنسبة لحركة الكواكب، هيشكل زحل شبه مربع مع كيرون في وقت مبكر خلال العبور الصغير المليان بالتحدي طويل المدى. هتبقى فيه شوية مخاوف من عدم الكفاءة والفعالية بما فيه الكفاية عشان توفي بمسؤولياتك. هتلاقي صعوبة في انك تمشي في طريق فريد مرة اخرى بسبب المخاوف اللي عندك وعدم الامان. في رغبة في انك تخرج من الوضع اللي انت فيه بشكل قوي لكن مؤقت، ممكن ما تمتلكش الثقة اللازمة عشان تقوم بكل ده. مربع للشمس مع أورانوس هيزعزع استقرارنا في بعض أجزاء حياتنا، هيسلط الضوء على مناطق المشاكل الموجودة. عندك تغيرات كتيرة بنجريها هتبقى غير طبيعية مفاجأة، من المحتمل أنك تكون عندك إجراءات وخطط معطلة كتير على الرغم من أنها ممكن تبقى مقلقة في البداية، إلا أنها ممكن تبقى بتحفزنا علشان نتبنى أساليب جديدة. هنضع كل ده في اعتبارنا، رغبتنا قوية جدا عشان نستقل، وهتبقى فيه كسر للأواعي، ممكن تبقى بتضعف حكمتنا شوية بس هنعرف نستثمر فيها أكتر في الفترة الجاية. النهاردة هيبقى فيه شوية حذر، فيه حكمة من التغيرات اللي بتبقى لازمة لينا، في حذر واتخاذ القرارات قوي جدا هيؤدي لاضطرابات والإحباطات مدفونة جدا ممكن نفحصها عن كسب في الفترة الجاية. ممكن بالتأكيد انه يكون الوقت مناسب عشان نتعلم حاجة جديدة عن نفسنا. هيقيم القمر في برج الأسد طول اليوم وعنده ثقة وإيجابية، ونظر لظهور القمر الجديد صباح الغد اللي بيعتبر لافت جدا، هيبقى أفضل وقت عشان نتأمل ونربط الأطراف السايبة بدل المبادرات الجديدة.